مطار كابول سماه الرئيس أشرف غني باسم الرئيس السابق حامد كرزاي تكريما لجهوده، ولكن طالبان أعادت تسميته إلى اسمه السابق مطار كابول الدولي. عملية تغيير الأسماء بدأها بعض السياسيين السابقين من وزراء وأعضاء البرلمان، فسموا جامعات ومدارس وأماكن حكومية بأسماء أشخاص، ولا أرى أي مصلحة في تسمية تلك الأماكن باسم هؤلاء السياسيين أو الشعبويين. جامعة برهان الدين رباني ومربع أحمد شام سعود تمت تسميتهما بهذه الأسماء في عهد الرئيس كرزاي، وقد تم تغيير اسميهما أيضا إلى جامعة التعليم والتربية ومربع الصحة العامة. كانت هناك مربعات وتقاطع طرقات كثيرة تحمل أسماء أشخاص، وقد قامت الحكومة الحالية بتغيير أسمائها في جميع البلاد من أسماء أشخاص إلى أسماء شعبية مثل هذا المربع. وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية تؤكد على أن أسماء الأماكن يجب أن تكون أسماء متفقا عليها بين جميع الفصائل والعشائر الأفغانية. مهتمون بتسمية الأماكن بمسميات تحمل شعارا دينيا أو شعبيا أو تذكر بمناسبات شعبية، كما يجب أن تحمل المربعات أسماء تعيد إلى أذهان الناس عالما من المناسبات التاريخية. وغيرت حكومة طالبان أسماء المطارات في كل من ولاية باميان ودايكوندي وغور، كما غيرت أسماء وحدات الجيش الأفغاني إلى أسماء عربية بدلا من الفارسية والبشتو. تؤكد السلطات الأفغانية على أن عملية تغيير الأسماء مستمرة في جميع البلاد، وأنها تستهدف كل مكان يحمل اسم شخص متنازع عليه بين الأفغان. عبد الله نادر، العربية، كابول.